بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كل عام وأنتم بخير بحلول شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. أخواني الأعزاء، يمر فصل الصوم هذا العام في فصل جاف وحار، مما استدعى التعريف ببعض القضايا المتعلقة بالكلى والجهاز البولي، مما له من أثر على انقطاع السوائل خلال فترة الصوم الطويلة. من المعروف لديكم أخواني أن الكلى هي المسؤولة عن طرح السموم ونواتج الاستقلاب من الجسم عن طريق استخلاص هذه المواد من الدم وطرحها عن طريق البول. البول يتشكل بشكل أساسي من الماء المتناول عن طريق الطعام والشراب، وإن الانقطاع عن تناول الطعام والشراب لفترة زمنية طويلة سوف يؤدي إلى انخفاض كمية الوارد إلى الكلى، وبالتالي النقص في استخلاص هذه المواد وطرحها في البول. لذلك لابد من بعض التوصيات الضرورية للإخوان الصائمين خلال فترة الصوم للحفاظ على صحة الكلى ولإنجاز شهر صوم صحي ودون ترك أي عقابيل على الكلى. هناك بعض الحالات التي تقتضي استشارة الطبيب في حال وجود حصيات كلوية، مثلا في حال وجود التهابات بالمجاري البولية، تشوهات معينة أو درجة من الفشل الكلوي، للحصول على رخصة بممارسة شعائر الصوم مع وجود هذه الأمراض. بشكل عام عند الأشخاص الأصحاء لابد من الحصول على وارد كاف من السوائل في الفترة من الإفطار وحتى السحور. يجب أن تمتد كمية تناول السوائل على طول هذه الفترة، أي لا نكتفي بالحصول على السوائل خلال فترة الإفطار فقط، ولكن يجب أن تمتد بالفترة ما بين الإفطار والسحور. ثانيا، الإكثار من المأكولات التي تحتوي على وارد جيد من السوائل. حتى الطعام يؤمن ما يزيد على 30% من حاجة الجسم من السوائل، ويجب أن نختار أطعمة خلال شهر الصوم تحتوي على هذه الكميات الكبيرة من السوائل لتعويض النقص. نتمنى لكم صياما مقبولا وصحة وعافية جيدة لكل الجسد وللكلى بشكل خاص. نتابع الحديث عن المشاكل التي تتعرض لها الكلى في فترة الصوم في الحلقات التالية.